تحول الآن إلى دكتور أحمد المخللاتي، رئيس قسم الحروق في مجمع الشفاء الطبي من غزة. أهلا بك معنا دكتور أحمد، هل أنت داخل مجمع الشفاء الآن؟ أهلا بك. أنا بالطبع في داخل المجمع الشفاء. الوضع الآن جدا وضع صعب. أنا في مبنى الجراحة والعظام الرئيسي وهو الذي فوق قسم الاستقبال في المجمع. طيب، نستغل وجودك معنا بما أنك داخل مجمع الشفاء. حقيقة هناك صعوبة في الاتصال، ويعني نحاول أن نستغل وجودك معنا. ماذا يجري في داخل مجمع الشفاء؟ ماذا حصل منذ الاقتحام فجرا وحتى الآن؟ وكيف تسير عمليات الاقتحام والتفتيش الإسرائيلية؟ طبعا هو كعادته هذا الاحتلال الغاشم يبدأ العدوان يعني بزرع الرعب في قلوب الناس. هناك إطلاق نار كثيف جدا، إطلاق الدبابات بدأت منذ مساء أمس واستمرت لساعات طويلة، حتى جو العام أصبح في داخل المستشفى هو جو من الرعب والذعر وتوقع الاقتحام في أي لحظة. ما قصف الطابق الرابع من المبنى الذي أنا فيه، حيث تم استهداف أحد غرف المرضى، حيث كان المرضى موجودون في الداخل بفضل الله لم يصب أحد بأذى، لكن تم استهدافه وتم حدث إحداث ثغرة في الجدار. الوضع الآن استمر سوءا واستمر تعقيدا، حتى تحدثوا إلى إدارة المستشفى وأخبروهم بنيتهم اقتحام المستشفى، وأخبروهم بأن لا يقوم أحد بالنظر من النوافذ أو البقاء قريبا من النوافذ أو الأبواب. للأسف ليس عندنا خطة واضحة كيف سيكون مكان. ومنذ ذلك الوقت تقريبا الساعة الواحدة فجرا كان الوضع المسيطر وضع الذعر لاقتحام المبنى. المبنى مليء بالمرضى الذين يحتاجون لرعاية صحية دائما لصيقة، يحتاجون لرعاية من التمريض من الأطباء، المرافقين المرضى موجودون أيضا، المدنيين الذين يستخدمون المستشفى كوسيلة لإيواء باعتبار أنها دكتور أحمد أسألك عن المدنيين والنازحين وكذلك يعني المرضى، أين هم يتواجدون؟ في أي قسم من المستشفى؟ وهل تم نقل أي من النازحين؟ حاولنا منذ بداية الاقتحام أو منشأة الاقتحام بالخمس أيام الماضية تم تشديد الحصار على مستشفى الشفاء، فمستشفى النساء والولادة تم إغلاقه لأن الاحتلال استهدفه أربع مرات، لكن حاليا العدد الأكبر من النازحين والمرضى موجودين في المبنيين الرئيسيين، مبنى جراحة التخصصي ومبنى العظام والجراحة العامة. المبنى الآخر الذي يتواجد فيه الناس هو مبنى صغير، هو مرضى الكلى والصدرية، وهناك مبنى الحروق. هذه المباني التي فيها المرضى والنازحين. هل لا زال لم يخرج أحد؟ لا، في الأيام الستة الماضية، اليوم هو سادس يوم منذ أن أحكموا الحصار على مجمع الشفاء الطبي. المجمع منذ خمس أو ست أيام محاط بالدبابات، محاط بالقناصة، طائرات الدرون وهي الطائرات المسيرة وعندها قدرة على إطلاق النار على من يتحرك في المكان، تسيطر على أجواء مجمع الشفاء الطبي. الحركة بين المباني خطرة جدا، من يتحرك بين المباني يتم إطلاق النار عليه، من يتحرك بين المباني قد يقصف. حدثت أكثر من حادثة حيث أطلقوا النار بالقناصة أو بالدرون. طيب دكتور أحمد، أحاول فقط أن أسأل عن عملية الاقتحام تحديدا. أثناء عملية الاقتحام هل ذهب أي من النازحين أو المرضى ضحية هذا الاقتحام؟ هل تم إطلاق رصاص؟ هل تم نقل أي من النازحين أو الجرحى؟ هو الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام الستة، منذ يوم الخميس لا نعرف ماذا يريد بالضبط من المجمع. هو يحاصر المجمع، وحتى حينما أعلن اقتحام المجمع لم يقتحم أي من المباني الرئيسية التي فيها المرضى، هو اقتحم فقط مبنى الجراحة التخصصي الطابق السفلي، وهو الآن موجود في الطابق السفلي حيث توجد المخازن والصيانة في ذلك الطابق، لكن لم يقتحم حتى لأن أي من المباني الرئيسية على حد علمنا. الاتصالات شحيحة، لكن ما نعرفه تماما أن الرئيسيين لم يقوم الاحتلال باقتحامهم حتى الآن. هل لا يزال في هذه المباني التي تتحدث عنها؟ لا، الاحتلال فقط اقتحم الطابق السفلي وهو القبو لجراحة التخصصات، ولم يقتحم أي من المباني التي يوجد فيها مرضى ويوجد نازحين. وعادة هذا الاحتلال جبان، لا يجرؤ على اقتحام مباني فيها آلاف من الناس، وعادة يقوم بإخراج الناس خارج المبنى ثم يقوم باقتحامها.